كده مشاهدين احنا قدمنا لحضراتكم كل اللي حصل خلال ورش العمل على مدار اليومين اللي فاتوا امبارح واول امبارح بكل عناوين الجلسات، وكان معنا ضيوف اتكلمنا عن كل هذه الامور باستفاضه وبشرح عشان كل الناس تعرف ايه اللي تم في ورش العمل، اللي جاي ايه، اللي جاي بقى ان احنا كل يوم عندنا جدول اعمال لايام المنتدى بدايه من الانطلاق. يعني النهارده على سبيل المثال هيكون الجلسه او الحفل الافتتاحي للمنتدى، هيشارك فيه 2000 شاب من 196 دوله حول العالم، ده غير طبعا الشباب اللي هيشارك افتراضيا، الناس اللي ما قدرتش ان هي تكون موجوده معانا لسبب او لاخر هيشارك افتراضيا من خلال التطبيق او الابلكيشن اللي عمله المنتدى، تقدر تشارك تطرح الاسئله تتفاعل كمان مع مديري الجلسات والمتحدثين، لو عندك افكار كمان عندك اسئله ممكن تطرحها. كمان من ضمن الحاجات اللي هتحصل النهارده جلسه عامه رئيسيه بعنوان جائحه كورونا انذار للانسانيه وامل جديد، طبعا لان احنا شفنا جائحه كورونا وكان لازم يكون في تكاتف من العالم كله، تكاتف من كل دول العالم، من كل الحكومات، من كل المنظمات المعنية، لأن دي حاجة كانت بتهدد الإنسانية. جائحة كورونا مش فقط أزمة صحية، لا ده أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة نفسية، يعني أزمة متعددة الأبعاد. النهاردة هيتم تنظيم الجلسة العامة الرئيسية في المنتدى بعنوان جائحة كورونا إنذار الإنسانية وأمل جديد، هتكون من الساعة 1:30 ولحد الساعة 3:30. كمان هيكون النهارده هيتم افتتاح مسرح شباب العالم من الساعه 10 بالليل ولحد الساعه 11:30. مسرح المنتدى بيعتبر ملتقى للفنانين والمبدعين من الشباب من كل الجنسيات، وهيكون فيه طبعا بالتاكيد عروض مسرحيه موسيقى لعدد كبير من الموهوبين. ده جدول اعمال النهارده، بالتاكيد طبعا كل يوم عندنا جدول اعمال هيكون معانا في صباح الخير يا مصر وفي القناه الاولى بشكل عام تغطيه على مدار الساعه من الساعه 7 الصبح ولحد الساعه 12 بعد منتصف الليل. طيب دلوقتي نروح لتقرير مهم جدا، احنا لما بنقول ان منتدى شباب العالم تم اعتماد التوصيات اللي خرجت من النسخ الثلاثه الماضية كمنصة لمناقشة قضايا الشباب من جانب لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، فده ما جاش من فراغ، ده جه منين؟ إن المنظمات الدولية والحكومات بتتابع مخرجات المنتدى، بتتابع كمان القضايا والموضوعات اللي بيتم طرحها، ففي إشادة كبيرة جدا من جانب هذه المنظمات بالأفكار وبالموضوعات اللي بيتم مناقشتها في المنتدى، وكمان كان في إشادات بالتحضير، التحضير الحقيقة اللي كان أكثر من رائع في هذه النسخة، ده طبعا بحسب هذه الإشادات، عشان كده هذه الإشادات مهمة لما سيتم طرحه خلال جلسات المنتدى المختلفة. خلونا نروح نشوف هذا التقرير عن الإشادات الدولية من جانب المنظمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية.